تكنو. تكنو. تويتر تستحوذ على خدمة لبث الفيديو عبر الهواتف الذكية. تحدثت تقارير حديثة عن أن شركة تويتر استحوذت الشهر الماضي على شركة ناشئة لم تطلق بعد تحمل اسم بريسكوب وتطور تطبيقا لبث الفيديو من الهواتف الذكية. وقال موقع بيزنس انسايدر إن مصدرا مطلعا أكد له الصفقة لكنه رفض الكشف عن تفاصيلها، وأكد المصدر أيضا إن الصفقة أتمت في غضون أسابيع. ونقل الموقع عن مستثمر أن قيمة الصفقة كان أكثر من 50 مليون دولار، ونقل أيضا عن مصدر آخر أن الصفقة تراوحت بين 75 و100 مليون دولار. وكان موقع تيك كرنش قد أفاد يوم الأربعاء الماضي أن تويتر كانت تجري محادثات مبكرة بغرض الاستحواذ على بريسكوب، وبأنه سمع أن قيمة الصفقة تقدر بنحو 100 مليون دولار. ولا يزال تطبيق بريسكوب في الوقت الراهن في مرحلته التجريبية، ولم يحدد بعد موقع طرحه أو موعد طرح نسخته النهائية. ولا يزال فريق الشركة يعمل على تطوير التطبيق وطرحه على متجر أب ستور التابع لشركة أبل. ويعتقد أن تويتر قد تكون مترددة في الإعلان عن الصفقة الآن بسبب وجود تطبيق مماثل وهو ميركات الذي أطلق حديثا وحقق انتشارا كبيرا. ويتيح تطبيق ميركات للمستخدمين بث الفيديو المباشر الذي يرصد ما يحدث حولهم ومشاركة الرابط مع الأشخاص الآخرين حتى يتمكنوا من مشاهدته. وهذه ليست المرة الأولى التي تستحوذ فيها تويتر على شركة لم تطلق بعد، كما أن مصادر رجحت أن تويتر ليست الوحيدة المهتمة بالاستحواذ على بريسكوب. وكانت تويتر قد دفعت عشرات الملايين للاستحواذ على فاين التي تعد الآن إحدى أكثر خدمات مشاركة الفيديو القصير شيوعاً. هذا كان خبرنا لليوم في تكنو. ما زالت هناك جملة من الأخبار الأخرى. صباحكم خير، أهلا بكم بعد الفاصل، لنعود، ابقوا معنا.